عبد القادر، كيف حالك؟ تمام، الحمد لله. اتفضل. صحتك والله. بس دايما قاعد اتعليق، لكن بس داير نرد لك كلامك غير الحصه قبل شويه بتكلم. قال شنو الزول؟ زول ده قبل شويه بيقول الزخاوة والفور والمساليت، قال ناس عنصريين وكده وإبادة جماعية ما في. ايوه، دي حقيقة. اوكي، ده من وجه النظر بتاعه وكده. لكن انا بس داير اقول له، يعني اباده جماعيه راجي يعني في، والعنصريه كل الغابات في السودان، يعني لازم في ناس جواهم في العنصريين وفي كويسين. لا، لكن انتوا بس ريحتها عفنة شديد. ها؟ انتوا ريحتها عندكم عفنة شديد. وانا ما فهمت، خاصة انا ما فهمت منين العنصريين، كيف؟ ما انا ما فهمت والله يا دفعة، لانه اولا في يا اول اخي، انت شكلك زغاوي يا اخي. انتوا جوا قبيلتكم ذاتوا عنصريين، خليكم مع باقي الشعوب. انتوا لا جوا لا قبيلتكم ذاتوا عنصريين. لا، انا لو كان زغاوي مسلاتي فوراي كله في راسي، كل الباقي قبائل في السودان ده كله في راسي. يعني انت من كلامك ده، انت يا زول زغاوي، والزغاوه دي اكثر ناس عنصريين، حتى بيناتهم ذاتهم عنصريين. لا هذه حقيقه انت معلش بتقولها انت. معلش، انا طبعا اقول لك، انا طبعا ما زغاوي، لكن ليس عنصرين زغاوة. فانا بس عندي رسالة عشان ما نجرم معك، عشان تدخل زول اخر. ممكن اقول، قول ايوه. ارجوكم رجاء، خاص موضوع القبائل. زول كان خشة وبتكلم عن القبائل، اصلا المفروض تشيل برا. بس انت ما قاعد تطلع تتكلم عن القبائل. انا
يا حمدي، حمدي عندك مشكلة في الدعوة. ما منصف كيف؟ والله انا بحاول بدي الناس دعوات كلها، لكن الناس ما بتقبل. يعني من قبل بدي واحد بيكون كاتب دعوة دعوة دعوة، لكن عنده مشكلة. هسه مرسل لك اكثر من 10 اشخاص، ما فيهم واحد قبل الدعوة. حبيبنا يا عليكم السلام يا شباب. يا اخي انا والله رسلت اغلب الناس اللي بيكتبوا دعوه دي رسلت لهم ما بيقبلوا. يا حمدي انت بالذات رسلت لك مرتين. حمدي انا رسلت لك دعوه مرتين ما قاعد تقبل، ما عارف الشبكه عندك تعبانه شكلها. تفضل يا استاذ. السلام الرحمة، عليكم السلام ورحمه الله. أخبارك؟ صحتك وتفاصيلك يا أخي. تمام الحمد لله. أنا طبعا مداخل شد معاك، لكن شايفك طلعتني زي ما قال. فللعموم يعني حاجة بسيطة كده معاك زي ما قال. بالنسبة تفضل للقبائل قاعد تقول الهسي، ده. دقيقة، بالنسبة للقبائل الهسي بتذكر فيهم عنصريين وما أدري كده. انا طبعا زي ما قلت لك امداك من دارفور، لكن ما القبائل الهسي انت ذكرتهم ده انا ما واحد فيهم قبيلتي ما في، طبعا لا فراوي لا مصلاتي لا زخاوي، ما عندي اصلا لغه غير اللغه العربيه دي. بعدين كان الناس دي احنا متعايشين معاهم في دارفور وعارفين كل تفاصيلهم، عارفينهم القبيله الانصري منو والما انصري منو. لكن حاليا بنفسي وجهة نظرك الهسي انتوا ماشيين فيه ودايرين تطبقوها دي تاني ما ببقى. بس شايفكم بتصنوا بان يا اخي عرب منو، عرب كردفان وعرب دارفور وعرب منو منو، ما اعرفوا ليه. انا هنا هسي حاليا في دارفور العرب والزخاوة والفور اللي بتشوفوا منصورين ده كلنا هالة واحد. اذا عجبك انفصالي يا اخي ذاك الطريق، شيل انفصالك وخلينا نحن وفورنا وزخاوينا، وبعدك نخرج مسيرنا قادرين نعملو شنو ده اذا عاجبكم. لا لا ما عاجبكم كمان يا اخي، السودان ده بيشيلنا وبيشيل اي زول خيرنا كويس. ولا نشهدوك ولا تشهدنا ولا عندنا لك حاجه، لكن بنفس السيناريو بنفس مواضيعكم الزمان كان مسيركم بالشا وشنو بتقتلوا في ناس في دارفور وتجندوا قيادات وما اعرف ليك من ارب وحكايات دي تاني ما بكون. فا يعني ما في حاجه كتير داير اضيفه ليك، لكن اذا انت عندك اضافه نتمنى بانه يا اخي، او عندك اي حوار تاني داير تقوله قوله خارج برنامج عرب دارفور وعرب كردفان وشنو شنو. زي ما انت هسي بصوتك بتمثل الشمال والشرق، انا شخصيا بصوتي ده بيمثل كل دارفور، الزخاوي والفوراوي والطاماوي والتنجراوي واي بشر. بنجيب ناسنا من بنجيب ناسنا من تشات من فرنسا من اي دوله نحن اجبنا له. انت بذاتك هسي بتسوي في ناسك ديل قطار وناسك ديل بساط وناسك ديل كده، ما عندنا حاجه. انت خرر مسيرك ولو داير مشاكل برضه ابدا من هسي وبعدين نكملوها بدون اي كتر كلام ولا جرجره ولا ما يحزنون ده. لكن نقاشاتكم الهسي بتجيب واحد من ناس الشمال وشنو شنو بيطبس ليك وما اعرف ليك ده كله واقع علينا، لكن ما عندنا لهم حاجه. وديل الشباب الهسي بيطلعوا في اللايفات من اخواننا من اخواننا اولاد الفور والزخاوه وشنو البسيو ديل كله ما نحن شايفينهم، لكن ما عندنا لهم حاجه لان عارفينهم هم منهم وعايشين احنا بينهم.
اذا قادرين بيطلوا اي قبيله عربيه من داخل دارفور ده خليه يطلوه. عارفين انه ما بقدر بيطلوا اي قبيله ولا بقدر بسأل اي قبيله. اتقف قبيله في العرب ده ما بقدر بسأله. ده شيء ده كل الناس في دارفور عارفين انه واثقين منه. ما هي تشوف زخاوه وما اعرف ليك بهاشتاقاتهم وزخايرهم وشنو شنو ده كله زول. ما في قبيله عربيه خايف منهم في دارفور ده. لكن انتوا بنفس صناعاتكم الهسي بتصنعوا بانه يا اخي دايرين ما اعرف ليك نقتلوا نجنوا والله يا اقول لك يا استاذي العزيز في دارفور. يا اخي والله نحن اسمع كلامي نحن والله ملينا من المشاكل، ملينا من الصراعات، ملينا من الاقتتال، ملينا من همشونا، ملينا من فتنتونا، ملينا من قتلتونا. نحن والله دعنا ننفصل، عندنا مستقبل لاجيالنا الاجيال الجايه، وده العالم حاليا ما 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 عالم بتاع مشاكل، عالم بيحكم العلم والاقتصاد. فنحن موضوع مشاكل وغباليات والكلام ده دعنا نتجاوزه، دعنا نبني دولتنا الجديده المتجانسه المتآنسه، ودايما نمشي لقدام. يعني الله يبارك فيك والله يا حقك احقق علينا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل اخي عبد الغادر، كيف حالك؟ والله الحمد لله. توا لين عندنا شبكة نقابة بس شوية. هاي شبكة عندك تعبانة هاي. هاي بس صاحبينا بس معليش بس. تفضل. عموما والله بس عندي رسالة بسيطة، بس أنا ما أطول عليك وما عندي حاجة أجيب عليك كثير. نعم. هاي بالنسبة لمسؤولة من دارفور وما دارفور، فعلا والله فعلا دارفور وانا ما عندنا مشكلة عدد قبيلته وقبيلة في لان في حاصل في دارفور كله فيه. وثم تعالى انت دار انفصال وما انفصال بالنسبة لدارفور، وعشان دارفور يمشي تركته وشمال يمشي تركته. سامك سامك، هي وصل رسالتك. سامعني انت؟